السلام عليكم وبركاته، معكم ماتر شتركم مقطع جديد ومعي الأسطورة عزام. Let's go. طبعا اليوم جبنا لكم اليوم جبنا لكم مقطع رهيب عبارة عن صندوق الانمي. صندوق الانمي فكرة جديدة، سلسلة جديدة بالفسكام حابين نجيبها نضيفها على القناة. طبعا الفكرة كالتالي، خليني اشرح لكم اياها على السريع. عموما عندنا 10 اسئلة، 10 راوندات، هو عنده 10 اسئلة وانا عندي 10 اسئلة، هو حيسالني وانا حاساله. فاذا انا مثلا جبت سؤال صح هو جاب سؤال غلط بنفس الراوند، خلاص انا اخذ لي مجسم عشوائي من الصندوق اللي عندنا هنا، والعكس مثلا هو جاب صح خلاص هو ياخذ صندوق مجسم عشوائي من الصندوق اللي عندنا. ولو كلنا جبنا صح وكلنا جبنا غلط يصير نلعب حجر ومقص ونحسمها بين بعض، يعني معتمد على الحظ شوي مو بس الذكاء حقنا. اي نشوف قصة قدامنا المقطع. عموما تفضل اشرح لنا فكره الصندوق. طبعا هذا صندوق جاي من متجر زين ماركت. طبعا زين ماركت من افضل المتاجر اذا كنت تبي تشتري مثلا من اليابان، يعني اذا كنت تبي تشتري اي منتج من اليابان عندك زين ماركت، هذه ما فيها كلام. طبعا هذا الصندوق جاي من نواف، فان شاء الله ما جاب العيد من احد المنتجات، ان شاء الله ما يكون نكبنا يا رب. فمتجر زين ماركت مضمون، وغير كذا سرعه التسليم مره سريعه، يعني الشحنه تجيك مره سريعه. وصلتنا بعد 4 ايام ترى بدون مبالغه. يب بدون مبالغه، يعني حرفيا اذا كنت تبغى اي شيء من اليابان عندك زين ماركت، كل الاغراض موجود، حتى لو تبغى اكل موجود، يعني ما عليه. كنا بنطلب حلويات بس كله ممكن مقطع ثاني، فكره ثانيه، بوكس حلويات نكمل السلسله، خليها كمقطع ثاني. اي ممكن بالمستقبل اذا عجبتكم السلسله. الان راح يجيكم الشرح كيف تشتري من هذا المتجر الرهيب. وزي ما كلمناكم قبل شيء انا وعزام على متجر زين ماركت، الان بشرح لكم الموقع على السريع كذا، ونفس الوقت اعلمكم كيف تسوي حساب، جدا شيء جدا بسيط. عموما موقع زين ماركت متوفر فيه اكثر من 7 متاجر تقريبا، عندك متجرهم نفسه زين بلس اللي فيه منتجات كثيره، ترى مو بس محدودين على مجسمات الانمي او منتجات الانمي بس، لا حرفيا متجر ياباني، يعني اليابان بين يديك، اليابان كل شيء باليابان، مانجا، حلويات، ادوات، حتى اشياء قطع سياره، حرفيا كل شيء موجود هنا، يعني اي شيء تبغى انت من اليابان حتلاقيه هنا باذن الله. وغير كذا عندكم مزاد اللي حاب يدخل يزايد، يعني مثلا على مجموعه فقرات، مثلا خلينا ندخل نزايد على مجسمات انمي، تدخل هنا مثلا فقرات مجسمات انمي، تدخل تشوف مثلا عندك هذه المجموعه. طبعا حاليا الصوم وصل 143 ريال ولسه باقي له 11 ساعه، فانت تخش تزاود لين ما يوصل مبلغ اعلى وانت تاخذ، فحرفيا في يعني مزايدات وشيء يعتبر جدا جبار. تيم والله هذه مره رهيبه الفقرات، بس 2000 ريال والله كثيره. طبعا هذه كمان مزايد، يعني واحد زايد ال 2000 ريال بس والله جودتها. عموما ما علينا، طولت عليكم. فموجوده كمان راكتون وامازون وياهو تسوق وسوق الجمله كمان ومتاجر يابانيه ثانيه، فحرفيا انت تدخل وتضيع. انا لما دخلت حرفيا جيت وضعت من كثر الاشياء، واشياء رهيبه تستمتع وانت قاعد تتصفح من كثر المنتجات. وحتى لو مثلا في منتج انت ما لقيته ابدا بعد ما لفيت كل المتاجر، تسوي طلب ايجاد منتج، تحط ايميلك، اسمك وكل شيء، وعلى طول باذن الله هم يتواصلوا معك. الدعم الفني عندهم جدا مميز. عموما كيف تسوي حساب؟ بكل بساطه تضغط على انشاء حساب جديد وتروح هنا تحط الايميل والباسورد، حرفيا يعني اسهل من اي موقع بالحياه، كانه اي موقع بالحياه وحتى ممكن اسهل. وبعد ما تسجل على طول بيعطوك 300 ياباني، واذا مو حاب تسجل بالطريقه التقليديه وفروا لك كمان طريقه انك تسجل عن طريق فيسبوك او عن طريق جوجل. اذا عندك حساب فيسبوك او جوجل، مجرد ما تدخل على طول تحط معلومات حسابك، طبعا كل شيء امن اكيد 100%، حيسوي لك حساب تلقائي مربوط مع حسابك بكل اريحيه وبدون اي تعب، وخلاص على طول انت مستعجل تبي تطلب على طول. وبخصوص الاستعجال كمان شركات الشحن عندهم متوفر اكثر من شركه، دي اتش ال، فيدكس، البريد المحلي. فحتى يعني احنا وصلتنا كرتوننا بتقريبا 3 ايام من اليابان لين جده، هذا طبعا لانه مرتفع شوي، دي اتش ال سعره مرتفع شوي. فاذا انت مستعجل انصحك بدي اتش ال وما عندك مشكله من ناحيه سعر الشحن، بس اذا حاب توفر شحن وعايز تنتظر شهر شهرين يوفروا لك خدمه البريد المحلي، فحرفيا موفرين كل الخدمات المناسبه. وغير كذا عندك يدعم الفيزا، يدعم الماستر كارد، يدعم البيبال، ويدعم سكريل، يدعم كثير من طرق الدفع، وحرفيا يعني موقع جدا سلس والدعم فيه جدا متعاون، ومنتجاته جدا متنوعه، وكل فتره يسوي لك عروض زي ما نشرت لهم بالمنتدى قبل تقريبا اسبوع. وبس ان شاء الله ما كنت طولت عليكم، موجود الرابط تحت بالوصف وكمان باول تعليق مثبت، انصحكم تزوروا الموقع. وشكرا لكم وتخليكم مع المقطع. وشكرا زين ماركت على الرعايه، وخلينا نبدا بالمقطع. هذا راح يكون اول راند، وطبعا ما تبي سنة اول نشوف. طبعا حسيت ان احنا اغبياء يعني مشوا لنا شباب. اول سؤال معنا رقم هيسوكا في عصابه العناكب، هو الخيارات طبعا 4 خيارات، رقم 2، رقم 4، رقم 6، رقم 8. تفضل يا عزام. رقم 6 8 8 صح؟ يعني اول راند ما بقدر اجيب العيد. عيد الخيارات، عيد الخيارات. رقم 2، رقم 4، رقم 6، رقم 8، كلها اعداد زوجية عشان لخبطك يعني، عارف؟ 8. اعطيك تضبيط، 8 غلط. اقل من 8، 8 غلط. يا ساتر. ما نفع. 4 صح. صورة والله ضبطني. طب ضبطني الحين، لا تكون تفشلنا قدامهم. يلا السؤال حق السؤال الاول اللي عندي، من هو الشيبوكاي اللي ما قيد واجهه لوفي؟
من قبل التشبكاي. اوكي هذه ان شاء الله سهله مع الخيارات. تفضل. ادوارد ويلف اتوقع اسمه زي كذا، ولد الوايت بيرد. ايوه جيمبي لاو ميهوك. اوكي لاو لاو واجهه لوفي، واجه لاو بالبدايه يعني مع انه مصحاب. جيمبي كمان غالبا واضح جميل. اصبر لاو جيمبي نستبعدهم. ميهوك لوفي ما قد واجه ميهوك، بس انه طاقم لوفي بشكل عام واجه يعني زورو يعني جو ضده بدايه انمي ون بيس. اتوقع ادواردو، يعني ادواردو من يوم ما طلع ما شاف خلقه لوفي ابدا. متاكد؟ ان شاء الله 100% ادواردو. ما تشوف انت ساعدتني فانا بحاول. طيب. برضو اساعدك. طيب ادواردو ويلف متاكد؟ ايوه ان شاء الله صح؟ ايه صح. انا بحاول اخدعك يا اخي لانه عارف اللي هو الوحيد اللي جديد والبقيه كلهم قدام. عارف؟ اوكي يعني انا جبنا كله الاثنين صح. نلعب حجر المقص. طبعا كان المفروض نفكر فكره احسن من حجر المقص بس اغبياء. مشي ولا لا يا شباب؟ يلا. من مره ولا من ثلاث مرات؟ مرة أفضل عشان لا نطول. حجر المقص. حجر المقص. الله أفضل. يلا يجيب الحين بس حفقر عشوائي. أصبر أصبر يا رب فقر إن شاء الله فقر خائص. أوكي أول فقر معانا فقر موزان. طبعا زي ما قلنا لكم فقرات كلها من زين ماركت أصلية من اليابان 100%. طبعا والجودة ما شاء الله مرة عالية. شوفوا شوفوا كيف كم حيشوفوا ما هالجودة يعني بس العلبة. أول بعدين يبان نفتحها ونوريهم إياها. بس هذه الجائزة الأولى عنده، قربها شوية نشوفوها. هذه الجائزة الأولى اللي عندي. إيه ممتازة. فيلا نبدا الراوند اللي بعده. الراوند الثاني معانا والسؤال الثاني معانا في قتال لي ضد قارة. طبعا هذا من اعظم قتالات من ناروتو كلنا نعرف ما فيها كلام. ايش اخر بوابه فتحها لي؟ البوابه الثالثه اللي هي بوابه الحياه، البوابه الرابعه اللي هي بوابه الالم، البوابه الخامسه بوابه الاغلاق، البوابه السادسه بوابه البهجه. اسامي غبيه. اي بوابه اخر بوابه فتحها لي ضد قارة؟ وايش اخر رقم؟ اكبر رقم 6. اكبر رقم 6؟ لا لا اتوقع الثالث. ثالث بوابة؟ لا للأسف ثالث بوابة غلط. أوف. البوابة اللي فتح البوابة الخامسة ما أتذكر كيف مات ومعضل ومدري وشو، بس يعني الأمانة كانت مرة مرة حماس صح؟ إيه والله مرة حماس. السؤال الثاني اللي عندي، لما جاي تاتشي وكيسامي لكونها كانوا يبحثون عن شخص، من هذا الشخص؟ إيش السؤال السهل هذا؟ ناروتو، ساسكي، غارا، نيجي. أكيد ناروتو، حتى عارف يعني دقوا عليه الباب كل احترام جو أخذوه. طيب وساسكي يا أخوي تاتشي إيش بك؟ ايش هو فيه؟ يبي يهرب منه اصلا، ذبح اهله، كنا حرقنا الشباب، ذبح اهله فاكيد يبي يهرب منه. فانا روته 100%. الاجابه صح. علقهم. الله بسم الله. اوكي. اوكي. اوه جوكو بلاك. الامانه ما احب جوكو بلاك انا بس. والله اسطوري يا ابني تسوقه. اسطوره فعلا بس اني احس. لا اسطوره لا تبوني لا تبوني. اتبا تبادل نتفاهم بعدين ان شاء الله. نتفاهم بعدين. الراوند الثالث معانا والسؤال الثالث معانا. يعني انت من عشاق جوجو كل الناس تعرف اكبر مطبل حرفيا نفضل الانميات بالنسبه لي. تمام السؤال، من هو بطل البارت الرابع من انمي جوجو؟ هو سؤال بسيط مره خلاص مو لازم خيارات. جوسكي مو لازم خلاص صح له جوسكي سؤال مره بسيط فاسطوره صح له الحمد لله. كم كان عمر جون لما دخل اختبار الصيادين؟ هذا سؤال شوي صعب ترى. اي والله صعب انا ما الارقام مره صعب. اظن 12 بس تفضل. 10 سنوات، 11 سنه، 14 سنه، 12 سنه. شوف 10 سنوات مستحيل يعني بس كان بزر يعني تحسه اي صغير. بس يا 11 يا 12 14 كمان كان اظن اخر الاركات كان 14 ما ادري زبدا ابدا ما اهتم بالاعمار ابدا. فباذن الله باذن الله 12. هو من ناحيه الشكل شوف 12 يا عمي الانمي شوف واحد شكله هذا تلاقي عمره 70 واحد شكله كذا الانمي ملخبط بالاعمار هي فانا اظن 12 ثبت عليها خلاص ثبت عليها باذن الله الاجابه صح 12 ييز القى حاجه ورقم قص يلا شكلي حن انا لعبت حاجه ورقم قص شوف بسم الله يلا اوكي الفقره الثانيه لا لا ما ابغى القى تستاهل نواف الحمار لحو جيب خلينا نواف بارتو يعني مو سيء تذكر وانا كبطل انا في ناس كثيرين صار كويس حسب كلام الناس انا وقفت اتابع بروتو بس يمدحوه فما نظلمه. الراوند الرابع معانا والسؤال الرابع معانا، ايش هي مهنه ليوريو من انمي هنتر؟ محامي، استاذ، كاتب، طبيب. انا غالبا اظنك بتشك بين اثنين. هو يا محامي يا طبيب. اي فعلا هذا اللي دائما معاه شنطه ومحامي معاه شنطه. لكن لا اذكر كان يبي يحاول يعالج صديق له على ما اظن هذا اللي انا اذكر فطبيب ما فيها كلام. اصلا لا احد يحتاج محامي بعالم هنتر لا احد محامي مثلا عارف ففعلا اجابتك صحيحه 100% طبيب مع انه دائما يحمل شنطه اخي تحسه محامي عارف كذا لابس بدله ومترسم. فانا السؤال الرابع اللي عندي هذا كونن
لعبتي ان شاء الله ما اجيب العيد اتفش. اي فيلم من افلام كونان اللي دخل تصنيف الايسي كاي؟ هذا شويه صعب اتوقع بالنسبه لك. انا شدريني اصبر اظن عرفته، اظن السادس بس يلا تفضل. شعار قراصنه في عرض المحيط، خيال شارع بيكر، المهاجم الحادي عشر، الهدف الرابع. خيال شارع بيكر. انا اقول لكم ليه، لانه اظن لبسوا في ار ودخلوا عالم شارلوك هولمز، وهذاك الفيلم اعظم فيلم من التوب 5 حق افلام هنتر، فغالبا خيال شارع بيكر مثبت عليه اللي هو السادس اذا ما خاب ظني باذن الله انه هو الاجابه صح. الحمد لله كان تكون لعبتك شيء سهل. اي والله السؤال مره والله حلو السؤال عجبني. ما عندك حاجه ورقه مقص الحين؟ صح ضيع 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 حاجه ورقه مقص عارف اني بنهزم. ارحمني الله نفس الطريقه ثلاث مرات يا اخي فاهم وينك. عندنا ادواردو نيوغيت او الاسطوره الوايت بيرد وهو بشبابه والله مره فخم والله مره فخم عجبني اخوي عجبني اخوي. انا عندي واحد بس يا بلاك جوك انا قلت لك لعيب حاجه ورقه مقص بدلها. الراوند الخامس، مين صاحب هذه المقوله تريدين حمايه الجميع من الموت؟ هذا سخيف انها حرب الناس تموت. ليفاي، لوفي، ايروين، كاكاشي. تريدين يعني هو قاعد يتكلم بنت ما ادري ممكن تريدين اني قاعد اتكلم. عيد الجمله بالله. مين صاحب المقوله هذه تريدين حمايه الجميع من الموت؟ هذا سخيف انها حرب الناس تموت. شوف غالبا يعني انمي في حرب. ايه اوكي عيد عيد بالله المقوله ولا الخيارات؟ الخيارات ليفاي، لوفي، ايروين، كاكاشي. شوف ايروين، ايروين ممكن قالها لليفاي، ليفاي نستبعد لان ليفاي ما احس احسه كئيب ما يطلع منه كلام زي كذا، او ممكن والله هذا كلام كئيب والله محتار. ايروين طبعا اذكر قعدوا هو وليفاي يتسولف يتكلموا انه حرب ومدري، بس ما اذكر والله نسيت الحوار مع انه من اعظم الحوارات. ما دام تريدين لوفي ممكن قالها لنامي لما حط القبه عليها اتوقع ممكن هذا الحوار صح. لوفي ما عنده الحكمة أبدا تحس بس إنه قال تريدين يعني ما كاكاشي كاكاشي حتى ون بيس قصدي ناروتو في حروب يعني السؤال ده صعب والله مرة صعب نكبتني. حتى ناروتو في حروب يعني ممكن كاكاشي لرين أو كاكاشي ل أنا بقول كاكاشي إن شاء الله أظن غلط بس إن شاء الله صح. متأكد؟ أي يلا غلط توقعت الإجابة بتصدمك. لا تقولي لوفي. لوفي يا مزح. لا الفيفي في ارك اريباستا. افا قايل انا قايل لوفي لانه قاعد يكلم بنت ما حد يكلم بنات غير لوفي. صعب تتوقع شيء زي كذا ما اقوله. ايوه والله مره صعب بعد انت لوفي في اغلب الوقت حمار. ايوه انت قلت لي لوفي خدعتني يا عزيزي والله عليك. اوكي السؤال الخامس معانا، ايش هو اللي خلى جوكو يتحول سوبر سيان لاول مره؟ غضبه على موت كولرين، غضبه على موت ياموتشا، غضبه على موت تنشنهان ابو ثلاث عيون عرفته كانه هذيك اللي بون بيس، غضبه لما ماتوا كلهم دفعه واحده قاعد ون بيس كله يموت ون بيس دراجون بول كله يموت. سؤال مره سهل يعني اخوي الصغير يقدر يجاوب عليه واللي هو موت كيرلي. الرغبه ذي مره اي شخص حتى ما يتابع الانمي يعرفها. اوكي لكته اسطوريه شجاعه جوجو جوجو الرابع جوجو ربي رهيب والله شكله رهيب يا مات ايش هذا مستوى اخر حمدي اعطيني هديه. الروند السادس والسؤال السادس، استديو اللي سوى انمي نيفرلاند، استديو مابا، استديو كلوفر وورك، استديو توي انيميشن. لا توي انيميشن مستحيل. استديو يوفاتبل. اوكي عيد الاستديوهات وين هذا قصدي حق ون بيس استبعده اللي هو توي انيميشن. توي انيميشن نسحب عليه خلاص اعطونا سترايك تفضل. استديو مابا، استديو كلوفر ووركس، استديو يوفاتبل. صعب والله يا اخي اظن هو نيفرلاند يا اخي انا اعرف بس اذكر وان بيكتشر وان بي بيكتشر ما ادري شو اسمه ذا اي وان بيكتشر اظن يوفي تب تب تبل ولا هذا حق شو اسمه كيميتسو نو يايبا ما ادري انت والله صعب انت تاكد خلاص بقول عيد عيد انا بساعدك لانك ساعدتني في السؤال الاول. يلا نشيل يوفي تب اللي انت كنت تختار. اوكي كويس ايش هم الاثنين الباقيين؟ مابا وكلوفر ووركس. مابا غالبا لا مابا حق هجوم العمالقه صح؟ ما اقدر اقول لك شيء. كليفر ووركس. كليفر ووركس ابو هود الجواب. كليفر ووركس متاكد؟ ايوه الاجابه صح الحمد لله لان ما ابغى اذكر والله من زمان ملخبط انا الناس المعلومات كلها الحمد لله ان شاء الله تغلط انت الحين. هذا والله مره سهل تو جديد يعني طوكيو ريفنجرز طبعا اللي يتابع طوكيو ريفنجرز حاليا من افضل الانميات. لما رجع تاكاميتشي للماضي اي سنه رجع لها؟ 2002 2005 2007 2010 فاول مره؟ اول مره هذا مو سهل هو نفس السنه ترى اظن ما تغير منها. عيد السنوات 2002 2005 2007 2010 اوه 2007 متاكد لانه احس كان وقتها عمره 13 ولا شيء زي كذا
وكان اظن كان عمره 13 فعلا، بس انت متاكد؟ ورجع 12 سنه ورا ترى. هم كانوا ب كمان بغش رجع 12 سنه اذا ما خاب ظني. لا لا انا صامل على نفسي جابتي. صامل؟ متاكد؟ انا ماني كلب زيك، ما حسوي الحركه سويتها فيني بلوفي بس غلط. لا خمسه قلت لك حاولت اساعدك بس ما تساعد. القم القم. اوكي يلا شو بيطلع لك؟ ناروتو. ناروتو ذا لاست ولدي اصلا احسن من حقه كلب. لا بورتو. عندي ناروتو وعندي بورتو بس صار. انتقل الراوند اللي بعده. الراوند السابع رقم مين فيلم قاتل الشياطين؟ اللي عنده طائر ما يقدر يتكلم. هذا بسيط. تانجرو. تانجرو خلاص. تانجرو؟ اح. ردة فعلك تخوف. قل خيارات احتياط. تانجرو. تانجرو. زينيتسو. لا زينيتسو. اي كويس زينيتسو. زينيتسو. متأكد؟ ايوه الطائر حقه بزبالة كذا مسكين زينيتسو كل حياته زبالة. زينيتسو. بدي اساعدك يا ماما. ما بساعد تساعدني وما ادري وش خلاص زينيتسو ثبت. الاجابة الحمد لله. ساعدني تنكبني. اعرفك انا. فيب هو مسكين منحوس عارف؟ فيب انا حسبت تقول مين عنده طائر فقلت تانجرو ما ادري ليه خطر ببالي بس. عموما السؤال السابع عندي انا كمان، مين في انمي كروكونو باسكت عنده القدره يسجل من اي مكان بالملعب؟ اوكي طبعا الاسامي جايبين فيها العيد هو الناس الاسامي فحنقول الوان شعرهم كل واحد عاد لونه لون شعر، ابو شعر اخضر، ابو شعر بنفسجي، ابو شعر اصفر، ابو شعر احمر. ابو شعر اخضر اللي لابس نظاره كمان. ايوه صح عليك. ميدو ميدو ميدوريم يا ميدو ميدو اساميهم صعبه كمان فكلنا نعرفهم معقدينها مره. اكاشي هو الوحيد السهل يعني تحس إيه؟ وبس والله كلنا تعادلنا ف يلا اكيد هو حجوك. خلينا نعيد ارحمني اعطيني هديه يلا عشان يلا من ثلاثه من ثلاثه من ثلاثه ايزي يا عيال ما يربلع كان اكتئاب. القم هذه انا اخترته بنفسي اصغر شيء. القم ما ادري بس شوف اوه جوهان صغير. اوه جوهان والله جيد يعني لمان. طبعا راح نطلع لكم الفقرات في نهايه المقطع ان شاء الله نصورهم كذا. الراوند الثامن عندنا مؤدي صوت ال من انمي ديث نوت هو نفس مؤدي صوت مين؟ اسب سانجي الاو ماركو. شوف انا اعشق سالفه مؤدين الاصوات دائما اتابع لهم كذا واحب يعني بس ناسي ال بس اظنه مع شخصيه تافهه. شوف لي لاو مستبعد لانه لاو نفس صوت ليفاي وصح انه في شبه بين صوت لاي ال بس ما هو. فقل باقي الخيارات الثلاثه. ماركو سانجي اوسوب. شوف انا اوسوب اذكره نفس صوت كايتو يعني كيف يصخ شخصيات فخمه على غيركم انه اوسوب خطف بس ما اظن انه ال. فسانجي سانجي احس سانجي سانجي ما بس احس سانجي ما ادري احس كيف في شباب الصوت يعني مو من قد انا بس متاكد ان شاء الله ما يفارق انا حصل اللي جاب برضه بتصدمك ترى اسب اسب اي أيوة والله توقعت والله كنت حقول اسب مو مبين ترى انه ايوه انا قلت لك اسب ترى فيه يعني هطف بس انه صوته مختلف أيوة. تمام مره المؤدي صوت مره مبدع. شكرا سيد هدف يلا دوري ما عدت بسد زعلته كمل مقطع لحالك. هذا كمان مره جايب لك سؤال مره سهل. السؤال الثامن كيف تحول كانيكي لقول؟ حتى الناس اللي ما تابعوا انمي طوكي جول يعرفوا. اكل لحم قوي غيلان عض قول صار غول بسبب عمليه صار غول بسبب حقنه صار غول بسبب عمليه صح عليك على طول حتى ما بتعبنا يكيو بديت معاك اي والله بدأتني ترى لا تثقوا بالبنات جاني اكتئاب ذاك اليوم لا تثقوا بالبنات ما ادري سوي اللي تبغى ما يدخل انا ماني مؤثر ايش بك اوكي ابرك ايه والله والله رهيب والله جيد والله تحس مجسم يعني هو كشكل رهيب مميز تحس ايه هاي عندك 1 2 3 4 احسن لا تشوف وجه جواب كم 1 2 3 4 5 6 يا ساتر انا ايش هذا وين المستوى تابعني انت بالله ايوه انا تابعني بس حجر رقم قص حجر والله فزت بالحجر رقم قص الحمد لله قلت له حجر رقم قص. الراوند التاسع كم كانت فيه نسخه من بين فيلم ناروتو؟ اظن 9 او 7 4 6 8 10 اوكي لا هذا ولا هذا اوكي شوف يا 8 اذكرهم كثير لا والله 7 يمكن صعب طلعت رقم من راسك انت ما في 7 يا 6 يا 8 كمان 7 انا مصير 7 6 8 10 ما هي 4 100% يا 6 يا 8 وبقول 8 متأكد؟ ان شاء الله غلط الحمد لله اوه حتى سؤالي صعب ترى الاجابه صحيحه 6 ليتني ما غيرت ليه انا احب اتفلسف كذا دائما الاختبارات دائما اجيب فيها نفس العيد لا حد يتفلسف نصيحه
من جد شباب اذا حليتوا شيء بالاختبار مستحيل تغيروا، لا تغير، نصيحه مني من واحد توه داخل الجامعه لا تغيروا حاسس اني كبير الحين. السؤال التاسع عندي كمان صعب، مستحيل تجيبه الا بالحظ انا متاكد. يلا شوف، ايش طول اقصر عملاق بعلم هجوم العمالقه؟ 3 امتار 4 امتار 5 امتار 6 امتار؟ 3 امتار. متاكد؟ اي متاكد. انا ثلاث، انا وياك 3 امتار نوقف فوق بعض كده. في بس طول 3 امتار احس كذا طولهم بيكون 3 امتار يعني كذا قريب مرة يعني. ستيل صامد بما انك تحاول تخليني اغير. لا خفضني. 3 امتار وللاسف صحيح. للاسف صحيح. سو شباب يلا جيب المنتج، جيب المنتج ساعدوني يا رب. شيء رهيب يا والله ما في مستوى. روجر اخو خوي الوايت بيرد، خوي الوايت بيرد يا واد والله فخر والله المجسم مرة حلو ما شاء الله ما شاء الله. مجسماتهم مرة اللي بالموقع رهيبة مرة رهيبة مرة رهيبة. واخر راوند عندنا في هذا المقطع اللي هو الراوند العاشر راح يكون عليه مجسمين، فما تقول فرصتك. اي يلا نعوض ان شاء الله على مجسمين من 2 إلى 4 ناقصة قوية للأمانة، وانت من 7 مليون ل7 مليون ما شاء الله. والله انا كثير مرة. ايه فالسؤال العاشر اللي عندي من فيريتال، عاد انت تحب فيريتال. اي فيريتال لعبتي. قرية ماجانوليا اتوقع اسمها زي كذا، كانت تحت حكم اي نقابة؟ سبير توث، توايلايت اوريجي، اوجري ما ادري ايش اسمه، نقابة بلو سكول، نقابة فيريتال. اوكي بشكل مبدئي نستبعد الفيريتيل، بس الثلاث اسامي هذول انا ما اتذكر، انا يعني ما اتذكر الا شكل النقابه. تباني اتذكر اسمه وش اسمه ما ادري والله. شوف انا بساعدك وبشيل نقابه واحده ولي سبيرتو يعني. قصرت انت قصرت يعني ما هي اصلا اساميها صعبه. طيب سبيرتوث اوكي كويس، وفيريتيل اوكي قلنا شلناها اوريدي. ففي بلاك سكول وايش الثاني؟ بلو سكول بلو سكول و توايلايت اوجري. توايلايت اوجري طبعا اذا ما خاب ظني بلو سكول اظن هي اللي فيها اتشيا ما ادري الامانه. اظن بلو سكول. اختار اي شيء وخلاص ان شاء الله ان شاء الله. صح ايش بلو سكول؟ بلو سكول اللي جاب صح. عندي يعني فارق يعني يلا تحتاج انت. انا جبت له سؤال صعب فان شاء الله يكون سهل. عاد من بلاك كلوفر انت تحب يامي سامو صح؟ قائد الفرقه العاشره اللي هو افضل الشخصيات الموجوده في عالم الانمي فعلا فخم مره فخم. انا اللي ما تابعت بلاك كلوفر كامل واعشق كمان زي عموما. السؤال العاشر معانا من بلاك كلوفر، قائد فريق بلاك بول او الثيران السود اللي هو يامي سما، كان عضو في اي فرقه من هذه الاربعه؟ كرميشن لايون ولا جولدن داون ولا ازير دير ولا جراي وولف؟ انا متاكد كل الاسئله كل الخيارات قلتها غلط بس يلا. سؤال صعب شويه. اي والله مره المفروض انت تتابع يامي المفروض تعرف باي فريق كان. بس حتى لو النقابه يا اخي ما اعرف. انت جبت لي نقابه انا اجيب لك نقابه بالصدفه يعني. كرميشن لايون. كرميشن لايون لا غلط. الحمد لله يعني اخيرا تحتاج انت بس مجسمين هو ازيرا دير ازيرا ما ادري عمي السامي صعب. عند الاسطوره تشبر يا ما كويس والله احسن من بروك. ترى هم جو ست مع بعض يعني اركوانو بس انا اخذ تشبر وبروك افترقوا. ها يلا بروك يفوز خسي تشبر يفوز. والاسطوره اس اظن شارلوك هولمز. اعطيك ذي كلها بس عشان جد ما عندي مشكله جيب بس شكله فخم والله مره شارلوك هولمز. خلينا نشوف انت اول اصلا اظن شارلوك هولمز ما بس انه عاجبني لبسه والله لبسه عاجبني ما ادري باي مناسبه نزل هذا الفقر بس انه رهيب فخم جدا. عندي فكره ممكن تعيد ممكن لا مشي. انا عندي 4 انت عندك 7 هم 11 طبعا مقابل نسوي بين حجر ومقص نزال اخير بين بعض. لو انا فزت اخذهم كلهم مع هذولي بس اذا انت فزت تاخذ هذول 4 يعني تخاطر على 7 عشان 4 ولا لا؟ انا مو فارقه معي بس والله بيني وبينك انت هطف في حجر ومقص. ايوه انت قاعد تفوز كل شيء ف فيلا نسلك لك يلا حجر ومقص يعني 4 على 7 يعني ما شاء الله علي فزت عليه في كل الحجر ومقص وكلها هي ورقه وانا حجره ما في الا كذا فما عاد احط حجر ابدا يعني اقول لك بالله ممكن احط خشب يعني دابا اي شوف ويلا نبدا طبعا حتكون 3 جولات يعني لك الفرصه تدعستي 3-0 ما في كلام ان شاء الله يلا نبدا يلا نبدا اخي حفوز عليك معليش والله ما اقدر ادي عليك ما اقدر. طب لو خسرت كل مجسماتي تعوضني تعطيني واحد هديه؟ اتوكل اعطيني واحد ما في ابى شو اسمه شبر ابى تشبر تشبر انا عاجبني احب تشبر انا فخلي لي تشبر جيل هتاخذ 10 يا بخيل توكل ما خلاص طيب يلا اوكي جاهز عزام؟ اكيد جاهز. انا اسمي حجر ومقص طبعا صح انك هزمتني 20 مره قبل بس باذن الله عندي امل يعني لازم تكون رجل طموح بهذه الحياه. وطبعا عزام اتفقت معاه قبل شوي انه حيرحمني صح؟ يا اخي شوف ما انت صديق واكيد ما راح ارحمك توكل معليش يا اخوي لازم اعلم انه الحياه مو كذا. طيب عادي اوكي يلا بسم الله الله طيب يلا ليتس جو انا متحمس ما مو وقت يا اخي ما تعرف تلعب طب خسر نفسك شيء معليش يا ما تصاب اوكي يا كلام سريع القم يا كلب طب خليني امسكها كذا اني معصب
روح اثنين 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 ايش بعصب والله متوتر هدي يا ماتي القم 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 جيم يا ماتي احنا اصدقاء فمفترض يعني اوكي ما يحتاج نقول سلك لي يعني اعطيني واحد ولا اثنين خلاص شوف انا لطيف وانت ما تستاهل لا مع ذلك حاعطيك مع ذلك ماني كلب زي بس كيف فزت عليك هزمتني 70 مرة يا اخي الحظ ذي عموما اوكي اختار ما اظلمش يعني انت صح هو جاي ضيف ببيتي فلازم يعني اضيف اختار اثنين اختار اثنين روجر وموزان انت فان لموزان ها؟ اي موزان رهيب مايكل جاكسون حقه فلا رحنا المنتجات اللي اخذناه من متجر زين ماركت زين ما ضمناه الروابط في الوصف فيلا وبالكومنتات كمان ان شاء الله حكم في الروابط والان راح نوريكم مونتاج كذا ان شاء الله يعجبكم للمنتجات غالبا حيكون سق بس يلا ان شاء الله يكون كويس يلا وري شكرا لكم اللي وصلتوا لهذه اللحظه بالمقطع فعلا شكرا لكم واذا عجبتكم الفيس كام وتبون مننا فيس كامات زياده اكتبوا لنا بالكومنتات وفكره صندوق الانمي باذن الله اذا عجبتكم ممكن نسويها بافكار ثانيه ارهب غير الصح قصدي الحجر المقص اللي دعستني فيها بس اهم شيء اني انتقمت فعموما وكمان شكر كبير لزين ماركت لولا الله ثم هم كان ما قدرنا نسوي هذا المقطع فعلا ما قصروا ضبطونا بجسامات فخمه وشكرا لايفل من ورا الكواليس ضبطنا يعني هو اللي اختارها فيعطيكم العافيه كمان حساباتنا هنا برضه طبعا هذا حسابي طبعا كلكم تعرفونه طبعا اكيد تعرف عزام من التيك توك ما شاء الله داعس هناك وانا ان شاء الله بدخل عالم التيك توك عزام قال لي ادخل خليته يدخل طبعا بدعس بالراحه بالتيك توك فبتلاقوا حساباتي وحساباته كمان تحت تابعونا ولا تنسوا تشيكوا على زين ماركت شكرا لكم شكرا على ولا تنسوا صلوا على النبي ومع السلامه